نهاجر لكننا أبدا لا نرحل، تغيب أجسادنا عنكم ووردة الحب لا تذبل، قلوبنا تحن دوما وأحلامنا للقاء ترنو ولا تمل، أوطاننا خطوط شمس تبدأ وعند كل خير تمضي وترسل، ويوما ما ستذكرنا مواطن كنا فيها نقدم الخير ونعطي ونبذل، حينها سيكون يوما حتما وبإذن الله أجمل، وأرواحنا ستكون يومها في مكان أفضل. أهلا بكم في حكاية مهاجر على تلفزيون كنار، صوت العرب من كندا. أقدمها اليوم نيابة عن زميلتي صابرين فقها لعار من أصابها، أسأل الله لها الشفاء العاجل. حكاية اليوم حكاية عقول عربية تنير أينما حلت وحيثما ارتحلت، حكاية مبدعين يبحثون عن فرصة ليقدموا عطاءاتهم العظيمة للبشرية، حكاية أحلام تطير على جناح طير لتحط رحالها في مكان تتحول فيه إلى واقع جميل. حكاية اليوم حكاية رجل غني بعلمه، ثري بأخلاقه، كبير بأحاسيسه، نافع بعمله. حكاية اليوم حكاية العالم المصري العربي الكندي الدكتور حاتم زغلول. فرحبوا معي بالدكتور حاتم. أهلا دكتور. أهلا بيك، أهلا بيك، ويعني ما شاء الله الشعر الجميل ده خلتني أفكر حتى هتقابل مين. يعني قام مثل الدكتور حاتم، أي كلام لا ينفع إلا أن تكون كلام المشاعر والأحاسيس إضافة إلى كلام العقل الذي سنسمعه منك. جزاكم الله كل خير. أهلا بالدكتور حاتم. أهلا بيك. نعم وأنتم بخير. وأنتم بخير. يعني تشوقنا لهذا اللقاء من فترة طويلة. جزاكم الله خير، لا وكل سنة وانتم طيبين جميعا. أهلا وسهلا دكتور حاتم. أهلا بيك. دكتور إحنا يعني لما نبدأ مع أي ضيف في حكاية مهاجر نبدأ معه منذ البدايات. دكتور حاتم قام أصبح من المشاهير في العالم وليس فقط في عالمنا العربي، له أبحاث، له أعمال، له اختراعات، له مساهمات، له مشاركات. نريد أن نعرف البدايات. دكتور حاتم أين بدأت في مصر البلد التي نشأت بها وترعرعت؟ أم الدنيا أين كنت فيها وكيف كانت الظروف قبل الانتقال إلى كندا؟ لا الحمد لله، أنا كنت من محافظة الجيزة في مصر، اتولدت في الجيزة وبعدين درست في يعني في مدارس حكومية في الجيزة ابتدائي وإعدادي وثانوي، وبعدين دخلت جامعة القاهرة ودرست هندسة فيها وتخرجت من الهندسة سنة 79، وبعدها دخلت الجيش، وفي فترة الجيش عملت بكالوريوس رياضة من كلية العلوم في جامعة عين شمس برضو في القاهرة. يعني أنت تخرجت من القاهرة، تخرجت بتخصصين، الهندسة والرياضة أو الرياضيات كما يسميها بعض البلدان، وكان بكالوريوس. يعني بكالوريوس هندسة اتصالات وبعدين بكالوريوس رياضيات. اشتغلت دكتور في هذه الفترة ولا كان بس مجرد أنهية الدراسة؟ بعد الجيش اشتغلت في شركة اسمها شلومبرجي في التنقيب عن البترول، اشتغلت معهم سنتين ونص، سفروني هولندا وبعدين ألمانيا. أوكي، وكيف كانت المناخ في ذاك الوقت؟ يعني ظروف الأسرة، كان طبعا مع أهلك لسه تقيم، لسه مش متزوج. صح فعلا، أنا كنت يعني طبعا وأنا في الدراسة كنت عايش مع والدتي، ووالدي كان عايش في إنجلترا طول الفترة لأسباب كتير، كان مذيع في البي بي سي فكان موجود في إنجلترا، كنا بنروح له كتير، يعني والدتي كانت بتروح له في الشتاء وإحنا بنروح له في الصيف، يعني
يعني متعود على التنقل والترحال. وفعلا احنا كنا خدنا هجرة لإنجلترا سنة 68 بس ما نفذناهاش، الوالد نفذها بس احنا ما نفذناهاش. الوالد نفذها لكن انتم كأولاده ما نفذتوهاش. بالضبط. هو قاعد في إنجلترا. هو قرار قرار منكم ولا قرار قرار مننا، لان كان ليا اخ ما يقدرش يسافر فقررنا كلنا نقعد معاه. نعم. طيب دكتور، يعني في ضمن هذا الظرف والسفريات اللي سافرتها، خطر على بالك انه تاخذ قرار الهجرة ولا كان القرار بشكل مختلف ثم تحول الى هجرة؟ يعني كيف بدأت هذه الفكرة قبيل التوجه الى كندا؟ والله يعني هو نقول القرار جه تدريجيا يعني. فابتدى القرار ان انا يعني كنت اشتغلت وبعدين الشغل وداني بره مصر، فاما اشتغلت في هولندا والمانيا كان معايا اقامه دايما فيهم، فيعني كان في ميل ان انا هعمل دراسات عليا في اوروبا يعني. وابتديت اذاكر يعني ادور انا عايز اعمل دراسات في ايه، فذكرت شويه في الهندسه شويه في الطب وشويه في الرياضيات وشويه في الفيزياء، وقررت اني عايز ادرس فيزياء. لاسباب قلت هاخد اجازه الاول، ويعني اخويا قال لي تعالى زورني في كندا، فقلت اروح ازوره. انا كنت رايح زياره سياحه يعني. اول لما وصلت في الطريق بقى كنت خدت القرار، يعني انا كنت واخد شهر تقريبا اجازه او شهرين اجازه في الفتره دي، خدت القرار ان انا عايز اعمل ماجستير ودكتوراه في الفيزياء. فاول لما وصلت يعني بيقول لي انت عايز تعمل ايه، يعني تروح فين تتفسح فين؟ قلت لا وديني الجامعه، انا خلاص انا يعني عايز ادرس يعني. فتاني يوم قدمت فعلا، وكان الوقت ده ما معرفش الظروف ايه الايام دي، ما تقدرش تغير نوع الفيزا وانت موجود في البلد، فاضطريت اروح امريكا. رحت سياتل، انا كنت رحت كالجري اساسا. نعم. الزياره. فبعد شهرين في كالجري، ما انا مديت الفيزا شهرين مرتين، وثالث مره بقى رحت سياتل اخذت تاشيره الدراسه ورجعت سنه اول 84. في ال 84 اول في يناير 84، 1 2 يناير 84 رجعت كندا وابتديت بقى الدراسه رسمي. يعني اول ما حطت الرحال كانت في كالجري. بالضبط، انا عشت في كالجري تقريبا طول الفتره يعني 25 سنه. كيف كانت كالجري في هذيك الفتره دكتور؟ لا والله كانت جميله، وتعرف طبعا من الزحمه بتاعت القاهره 14 مليون بالنهار بالليل و17 او 20 مليون بالنهار، يعني 6 مليون كوميوت ان اند اوت اوف كايرو يعني. فكالجري كانت اقل من مليون ايامها، فطبعا الواحد حس كده براح وحس انه قادر يتنفس يعني. ف يعني الوضع ده طبعا كان جميل. طبعا الخضره والجبال، كالجري جميله جدا يعني. نعم. وقرب بامف، وبامف من اجمل مناطق العالم، فكل ده طبعا فتح نفسي على الدراسه وفتح نفسي على البلد نفسها طبعا فعلا. فابتديت افكر ان احب اقعد هنا يعني. نعم. ودكتور لما كنت يعني في هذه الفتره وانت بتحضر، كان في مخاوف عندك؟ كان في يعني شيء في بالك، صعوبات قلقان منها، عندك قلق معين، ولا كنت داخل الأمور كلها شايفها الدنيا يعني بيضة والدنيا بيس وفيش أي خوف؟ لا في الفترة دي الحمد لله يعني، ما تنساش أنا كنت اشتغلت فترة، فشبه كنت كونت نفسي ومحوش فلوس ويعني كذا حاجة يعني، ومعايا إقامة دايما في ألمانيا، فيعني ما كنتش مضطر أرجع يعني، مش مزنوق بأي صورة من الصور يعني. نعم. والحمد لله يعني أنا كانت تقديراتي كويسة جدا في مصر، فأما رحت الجامعة أنا ما كانش معايا أوراق خالص، فعملوا لي امتحان سريع، انا بس كان معايا تويفل ومعايا كنت عامله يعني الاشياء الاساسيه، اللغه وال انا كنت عامل جي ار اي اللي هو المعادله، كنت عامله من مصر، دي كلها كنت عاملها قبلها بفتره، فقدرت اجيب الارقام دي واديتها لهم، وبعدين عملوا لي امتحان سريع جدا وقالوا لي لا خلاص يعني هنقبلك كونديشنال انك تجيب بقى الورق
مع وقتك يعني. ففعلا يعني قابلوني بدون اوراق تقريبا خالص يعني. ولما دخلت الجامعه دكتور كيف شفت الجامعه؟ يعني شفت في فروقات بين جامعاتنا وجامعات كندا اول ما بدات؟ نقول لك حاجه غريبه يعني. انت عارف عشان تاخد ماجستير لازم تاخد 6 هاف كورس، 6 انصاص كريديتس يعني، فانا خدت 10 وخدتهم في ترم واحد. الله. فوجدت متوسط ايه يعني. فانا كنت بوريهم ان احنا يعني، يعني العلم في مصر ايامها كان قوي جدا يعني. ف يعني كنت بيفرد عضلات بقى المصريين بتاع المذاكرة كتير وكده يعني. فالحمد لله يعني. فلا انا كنت حاسس ان التعليم كان اسهل في كندا. اها كنت حاسس انه اسهل. كان اسهل جدا يعني. فالحمد لله يعني خلصت الماجستير بسرعة. انا خلصت الماجستير في 11 شهر. ويعني اخترنا بقى الدكتوراه وابتدينا الدكتوراه سنة 85. ما شاء الله. دكتور خلال فترة دراستك في الجامعة واجهتك أشياء غريبة؟ واجهتك تعاملات يعني مش مناسبة غير لائقة آذتك بشكل أو بآخر؟ لا حقيقي لا خالص يعني. في الواقع أنا اللي كنت مشاغب شوي. معقول؟ كنت بلعب كورة وبعدين ما كانش بيعجبني أبدا طبعا الحاجة الوحيدة. ولا وما قلتش إن دي كانت مقصودة ضدي بأي صورة من الصور يعني. الكنديين كان عندهم بقى مبدأ finish your check يعني، أما بيجري ما يوقفش يعني. تعرف بنلعب كرة في مصر وفي أي حتة تانية وفي أوروبا، أنا لعبت في ألمانيا ما كانش في حاجة اسمها بقى أن اللعيب يجري وما يوقفش ويخبط فيك وهو بيجري. ففي كندا في عنف أكتر في الرياضة يعني بسبب الهوكي والفوتبول يعني. فده كان بيخليني أخش في عراق كتير يعني أكتر من 3 أو 4 مرات يعني. وخدت إنذارات من الجامعة كفاية بقى ما تخليش تاني. طيب دكتور بعد يعني أثناء فترة الدراسة هل اشتغلت شيء ولا كان بس دراسة مركز على الدراسة فقط؟ هو الأيام أيام التمانينات ما كانش مسموح للطالب الأجنبي إنه يشتغل. دي جت بعدين يعني. فكان بس هم كانوا بيشغلونا اللي هو معيد يعني انك تدرس للطلاب. ف يعني كان عندي تدريس للطلاب وكان عندي منحه من الدوله من تاني سنه على طول ادوني منحه. طول فتره بقى الدراسه كنت بدرس ومعايا منحه يعني. نعم. طيب يعني انت حضرتك اجيت على كندا للدراسه؟ بالضبط. واستقريت للدراسه. انا قعدت يعني انا وصلت زي ما قلنا يناير 84 كان بدايه الدراسه. نعم. وافتكر ان شاء الله اني اتجوزت بقى كنديه في يوليو 84. نعم. فمع الجواز جاء موضوع بقى ان نقدر نقدم على مصريه ولا كنديه من اصول غير عربيه؟ كنديه من اصول غير عربيه. غير عربيه. نعم. غير عربيه. وكانت زميلتك في الجامعة ولا تعرفت عليها في الحياة؟ والله تعرفت في الحياة. والله كنت في رحت رولر سكيتينج. أوكي. تعرفنا وكانت مسلمة يعني. فتعرفنا ويعني طورت العلاقة وعرضت عليها الجواز في يوليا وقابلت يعني اتجوزنا. اكتشفت بقى على طول ان من حق اقدم على هجرة. فقدمت على هجرة وبيسمحوا بقى لظروف يعني بيعتبروها استثنائية ان ما يفرقوش العيلة. فسمحوا بتغيير الدراسة لهجرة. جميل. اثناء اقامتي يعني. الان طبعا صارت برامج كثيرة والان صار برامج تسهل على موضوع الدارسين موضوع الهجرة بعد هذا الكلام. متى كان اول لما اخذت الاقامه؟ طبعا في البدايه اعطوك البي ار. بالضبط. حسبوا لك طبعا سنه كالعاده القانون الكندي حسبوا لك سنه من اللي فات على الجنسيه. لا انا ما بصيتش على الموضوع ده. انا يعني افتكر انا قدمت في 84 فادوني الاقامه في 85
انا ما تسرعتش على يعني على ان اقدم على الجنسيه، فانا قدمت افتكر على الجنسيه في اوائل 89، يعني كنت مكمل 3 سنين ونص بعد يعني بعد التقديم يعني. نعم. ف يعني خدت الجنسيه افتكر في 89. طيب احنا في طلب من جيسي بتحكي نريد اسئله علميه وفنيه اكثر من الشخصيه حتى نستفيد من علم الدكتور من فضلك. الحلقه هذه حلقه حكايه مهاجر بتحدث عن رحله حياه الدكتور حاتم زغلول من بدايه هجرته، لكن طبعا احنا عملنا معه لقاء اخر للدكتور حاتم في نادي التكنولوجيا، فممكن بعدين حنحط لكم اللينك تبع هذه الحلقة فيها أسئلة كثير علمية وممكن تستفيدوا منها، تتحدث عن مسيرة العلمية للدكتور حاتم. واحد زي الدكتور حاتم يعني حياته غزيرة، فلا يعني لا نستطيع أن نغطيها بحلقة واحدة، فالحلقة العلمية موجودة في نادي التكنولوجيا. الآن احنا حابين نتعرف على رحلة الدكتور حاتم وهجرته ومسيرته هذه في الحياة. أشكركم. طيب دكتور، متى أخذت الجنسية الكندية؟ أعتقد في سنة 89. 89 كان عندك أولاد ووقتها ولا؟ أفتكر كان عندي ولدين، ولد وبنت يعني. نعم. يعني خلال هذه الفترة لما أخذت الجنسية الكندية، يعني أنت كنت حاس أنك محتاج تأخذ الجنسية الكندية؟ كنت حاس أنه تفيدك بشيء وجود الجنسية معك؟ هو بس الفائدة الرئيسية طبعا كانت سهولة السفر يعني. نعم. أنت عارف طبعا يعني أنا كان معايا اللي تأشيرة أمريكا طبعا بيدوها 5 سنين وبعد بقى 10 سنين، لكن بقية الدول بقى أسهل كتير طبعا مع الباسبور الكندي طبعا يعني. نعم. طيب لما يعني بدأت في المجتمع وبدأت تتفاعل في المجتمع، تفاعلاتك في البداية كانت ضمن أي أوساط؟ الأوساط العلمية، الأكاديمية، الأوساط الجامعية، الأوساط العربية مهما كان الميدان والمجال تبعها، الأوساط المصرية بشكل خاص، يعني سألت عن مين في 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 بدايات وجودك؟ والله يعني مش عايز اقولها بالطريقه اللي هقولها، بس يعني الافضل اقولها بكل وضوح، انا الى حد كبير انطوائي يعني، بحب ابقى مع نفسي يعني، فما كنتش بختلط بكتير، ما كانش لي اصدقاء كتير، كان لي صديق واحد من الجامعه، وبعدين انت عارف طبعا في الجامعه كانوا بيعملوا صلاه جمعه، فاختلطت شويه بعرب ومصريين واجانب، ومع الوقت ابتديت اروح الجامع اكتر، وفي الجامعة ابتدت اتعرف على بقى على عرب وباكستانيين وكده، ودول بقوا اصدقائي الكبار يعني، افتكر اخوه زي راشد حيدر وناصر عمر وكده من كالجاري، دول كانوا عماد الحياة يعني. وبعدين ظروف ظريفة بقى جمعتني مع راشد وناصر والشباب تاني، ومرة واحدة كده لقينا نفسنا مالكين جريدة عربية اسمها الفجر كانت، وقلبناها بقت الأقصى، فبقينا بننشر جريدة عربية في شهرية، ويعني فضلنا ننشرها حوالي 7 سنين أو حاجة زي كده. هذا متى كانت الجريدة العربية هاي؟ ابتديناها افتكر أواخر 91 واستمرت لحد مثلا تقريبا 2000. ما شاء الله. ويعني كيف كان تفاعل الناس معها مع هذا؟ كنت تشوفوها في الأوساط يعني لما تروحوا كان الناس يكلموكم عن المقالات اللي تكتب؟ كانت تعمل صدى؟ كانت تركز على أشياء مشاكل ويصير في عليها نقاشات؟ جدا. كان يعني بتتكلم في كل الأمور اللي تخص العرب والمسلمين في كالجاري، ويعني ابتدينا ندخلها في إدمنتون ووقفنا عند كده يعني، لكن كان لها دور كبير في ربط الجالية ببعضها يعني، الجالية الإسلامية والعربية. كان في تجمعات دكتور للعرب للمسلمين اللي انت كنت ترتادها مثلا باستمرار؟ كان في جمعيات بترتب تنظم اعمال العرب، بتنسقهم اجتماعيا،
هل كان موجود في ذلك الفترة يعني في تلك الفترة وكيف كان تعاملك معها؟ احنا كان موجود. تعرف طبعا في مشكلة، احنا عرب هنا مع بعض، بيبقى عادة في مشكلة في الجوامع ما بين العرب والباكستانيين، وأساسها إن إحنا أغلبنا شافعيين وهم أغلبهم حنفيين. نعم. وعايزين يصلوا بالضبط زي ما كانوا بيصلوا في القرية في باكستان، وبعض العرب عايز يصلي زي ما كان بيصلي في القرية مثلا في لبنان أو في مصر يعني. فده كان بيسبب مشاكل. شاء الله إن بسبب وضع الاجتماعي، إن زوجتي كانت من الجنسيات الباكستانية الأفغانية، فاعتبروني حلقة وصل ما بين الجاليتين يعني. فالحمد لله ده يعني كان في منظمتين، واحدة اسمها الـ MCFC وواحدة اسمها ماك. ماك كانت عرب وMCFC كانت باكستانية. فشاء الله ان انا كنت رئيس الماك ونائب رئيس الـ MCFC، فقدرت ابقى حلقة وصل، ويعني مع الوقت قدرنا نضمهم تحت مظلة واحدة، فنجحنا في كالجاري الى حد كبير ان يبقى كل المسلمين في تحت راية واحدة يعني، اللي هي دلوقتي اسمها المسلم كونسل اوف كالجاري. فهذا كان نشاط كبير يعني قمنا به الحمد لله. هذا إنجاز ضخم دكتور. يعني كيف إنسان يفكر بأنه يوحد مجموعتين ضخمتين موجودتين في منطقة وفي تاريخيا في مشاكل؟ يعني أكيد واجهتك صعوبات إلى حد كبير، إلا إن يعني زي ما قلنا يعني كنت مركز على إني يعني بالحسنة أبقى حلقة الوصل، ما كنتش بدور على خلافات، لكن في نفس الوقت كنت يعني بحاول أوجه كلامي للعقلاء من الناحيتين. نعم. فبلا شك كان في دكاترة ومهندسين من الباكستانيين، قدرت أقنعهم إن يعني لازم نبقى إيد واحدة. وطبعا العرب بصفة عربي يعني كانوا راضيين جدا بالاتجاه اللي أنا واخده، فالحمد لله يعني. طبعا أنت عارف بيحصل مشاكل كبيرة، إحنا وصلنا لحظة الاقتراع، اضطر البوليس يتدخل الاقتراع ان يضموا الاثنين يعني. كان في ممكن تبقى مشاكل كبيره. وانا كنت ساعتها يعني ساعه الاقتراع ده ما كنتش في الجاليه دي ولا في دي يعني ولا في اي من الجمعيتين، لكن البوليس قال لهم ترضوا بحد يقود الاجتماع بدل ده وده يعني. فالحمد لله اقترعوا واختاروني انا، فقدرنا نوحد الاثنين ساعتها يعني. ممتاز. يعني هذا شيء الآن يعني في كثير من المؤسسات والجمعيات عمالها تنشطر، انت وحدت الجمعيتين كبيرتين، هذا امر يعني له ما له يعني. لا الحمد لله. الحمد لله. لا احنا عملنا اكتر يعني، في النهاية احنا كنا واخدين انت عارف طبعا في جامع شيعة وجامع اسماعيلية، في نهاية المطاف أنا يعني كنت رئيس الامسي الماك سنة 2000 لحد 2007. في الفترة دي احنا كنا بنمثل كل المسلمين يعني، بما فيهم الشيعة بما فيهم الإسماعيلية، وكانوا ما بنصلي. كان في حاجة ظريفة، احنا طبعا قررنا ان الجامع صغير على ان احنا نصلي العيد فيه، فقررنا هنصلي في ملعب الكرة. الإمام كان زي خايف يعلن القرار، فقال لي اعلنه انت. فقام واحد يعني وقال احنا طول عمرنا بنصلي في الجامع. قلت له عايز تصلي في الجامع صلي في الجامع، بس الإمام هيبقى معانا هناك في ملعب الكرة يعني. والحمد لله يعني فنجحنا وصلينا، وبقت ظاهرة جميلة جدا يعني. طبعا في العيد، في صلاة العيد بعد كده بقى كنا بنعمل، احنا انت عارف عندنا الاستامبيد في كالجاري، ففي صلاة الاستامبيد دي كنا بنعمل الصلاة، فكنا بنقدر نستوعب كل الجاليات بقى، الإسماعيلية والشيعة وكله كان بيجي يصلي معنا الحمد لله. يعني شو اللي خلانا الآن رجعنا شيعا وفرقا و والله يعني انت طالما ان انت بتمثل الجميع بدون توجهات وبدون تحيز، كل بيبقى سعيد يعني. نعم.
يعني بعدها صار في ممكن اشياء ادت الى 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 تنافر الناس من بعضها البعض. لا انا اعتقد في كالجاري لسه مستمرين الى حد كبير على نفس النهج. طبعا انا مش متابع عن كوثبي يعني، لكن اعتقد كالجاري لسه متقدمه في الموضوع ده. هذه تجربه بحاجه لدراسه فعلا، لانه استفاده العبره منها مهمه جدا، لانه هو يعني التوحد والتجمع. ده بالضبط طبعا. طيب دكتور، يعني الان يبدو انه دخولك في المجتمع العربي والمجتمع المسلم كان دخول كبير جدا، وكان تفاعل عالي جدا من اول يوم، ويكبر وينمو ويعني يزداد توطيدا. ماذا بالنسبه للمجتمع الكندي، المجتمع الكندي المحيط؟ هل كان لك علاقات في دوائر معينة كنت تحرص أنك تكون موجود فيها؟ هو طبعا في الجامعة أنا كنت في اتحاد الطلبة، كنت أفتكر أمين الصندوق بتاع اتحاد الطلبة، فكان يعني ليه نشاطات إلى حد كبير، كنت دايما أحب أهزر، فكنت معروف بالهزار وكده يعني. وكان لا يعني استمرت فترة يعني في اتحاد الطلبة، استمرت فيه سنتين أو ثلاث سنين. وفي الفترة دي برضو أنشأنا للجراديوتس الطلبة الماجستير والدكتورة، عملنا لهم نادي ومكان يعني، وعملنا حاجات كويسة برضو للطلبة. لكن علاقاتي مع الكنديين كانت محصورة جدا يعني. كان ليا زي ما قلت لك صديق في الجامعة، كنت بقعد معه كل يوم في الجامعة مرتين ثلاثة، لكن ما كناش بنزور بعض مثلا يعني. في حياتي زورته مرتين أو ثلاث مرات، وهو زارني مرتين أو ثلاث مرات. لكن الأطفال طبعا كانوا بيلعبوا، اندمجوا بقى في الحياة الكندية، كانوا بيلعبوا هوكي، ومع الوقت بقى بقيت هوكي فان. يعني تبع للأطفال والأولاد المواهب صارت. بالضبط. وبعدين الهوكي طبعا ظريف جدا، لأنه بوكسينج من غير جوانتيات. بالضبط، الواحد بيطلع الطاقة اللي عنده. فرحت أتفرج عليه، عجبني جدا يعني. مرة واحدة راح زي ما بيقولوا يعني، كان في خناقة ومرة واحدة ماتش هوكي ابتدى. فبقيت اتفرج على الهوكي، ده كان نشاط كبير، وكان ليا بقى علاقات كتير مع كنديين بسببه. اما الشركات كبرت طبعا، بقى ليا علاقات كتيره مع كنديين كتير. جدا يعني. احنا حنيجي على الموضوع هذا الان. خلال فتره دراستك وانجازاتك اللي حضرتك يعني تفضلت فيها، الفترة الزمنية كانت قصيرة جدا في إنهاء الماجستير وبعدين الدكتوراه، وبعدين انتقلت لميدان العمل مباشرة. انتقلت لميدان العمل ولا كان في فترة انتظار لأسباب أو لآخر؟ الماجستير أنا خلصته بسرعة جدا، لكن الدكتوراه غيرت الموضوع بتاعها ثلاث مرات أو أربع مرات. يعني انا قبل الدكتوراه نشرت 35 مقال بحث علمي في مجلات كبيره، لان مثلا سبعه في مجال وسبعه في مجال وكده يعني. يعني قدرنا نحل مشاكل كبيره جدا كانت في الكهرومغناطيسيه، تتعلق بال لما يبقى عندك بلازما انك تعرف تحصرها في مكان واحد. اما البلازما بتبقى في مثلا في مفاعل نووي، لو لمست الجدار بتاع المفاعل ممكن تسيحه، فبنحاول نحصرها بعيد عن الجدار بالكهرومغناطيسيه. ان شاء الله انا حليت المشكله، وبعد ما حليتها ادركت ان في دكتور مشهور كان واخد نوبل برايز كان حلها قبل كده، وقابلت ان حلي مختلف عن حله. وبعدين مره هو كان في شيكاغو، فمره انا كنت في شيكاغو فاتصلت بيه، وانا بتصل بيه
افتكرت ازاي معادله ليها حلين. نعم. فادركت بسرعه وانا بتصل بالظبط ان حله غلط. فاتصلت بيه وقلت له انت لما وصلت للحل بتاعك هل اتاكدت انه حل؟ فقال لي السؤال ده عميق، يعني انت قصدك ان ممكن ان الحل بتاعي مش حل؟ قلت له في رايي مش حل. فقال لي اديني يومين. فسبته اليومين واتصلت بيه قال لي انا رجعت وحل حلي غلط وحلك صح. فقال لي هتعمل ايه؟ قلت له بص انا نشرت 35 بحث فانا مش هنشر تاني، يعني انا خلاص زهقت من الدكتوراه انا عايز اخلصها بس، ف انا مش ما يهمنيش ان انا انشر مقال اقول ان انت غلطت يعني. قال لي لو عايز انا مستعد اراجع معاك واقول الغلط. قلت له انا مش عايز يعني. فالحمد لله ده كان موضوع كبير في ذاته، لكن ما قدمتش على براءة الاختراع لان المحامي نصحني صح، قال لي جايز في حياتك ما تشوفوش بيتطبق، الموضوع ده بيطول جدا يعني. فهتقدم على اختراع ليه يعني؟ وفعلا فده كان موضوع. بعد كده دخلنا في مواضيع تانية في الاتصالات، ويعني عملنا أبحاث كتير في الاتصالات ووصلنا بقى لحاجة كبيرة في الاتصالات برضو. إيش أكتر شيء دكتور في يعني بتعتبره هو الإنجاز الأكبر أثناء وجودك في الجامعة حتى تخرجت؟ يعني ما شاء الله 35 بحث وانت في دراسة، ويعني وبتحكي عن ابحاث نشرت في مجلات كبرى وعالمية، وهذه ما بتاخذ اي بحث، والبحث بده يستغرق منك وقت ودراسة، وبتتكلم عن اشياء انت يعني ما حكيت انه والله في بحث موجود اوريدي ومعتمد او ابروفد ففيش داعي ادخل في نفس الموضوع، لا دخلت في الموضوع واثبت انه البحث السابق كان في عليه إشكال معين وعمقت الدراسة في بحثك. يعني شو هي الإنجازات اللي بتحس إنه خلال فترة الدراسة هذه كانت هي أكثر الإنجازات لفتا للنظر يعني؟ السؤال ده صعب جدا ليا، يعني أنا ما ببصش على شغلي وأنا بشتغل على أي حاجة عملتها وأقول عليها كبيرة. نعم. لكن يعني في أربع حاجات تقريبا، أربع محطات سريعة جدا. اي حد في الكهرومغناطيسيه لو قلت له حلول اسمها ماكسويلز كويشنز، معادلات ماكسويل، حلول معادلات ماكسويل تديك مجال مغناطيسي وكهربي متعامدين، لازم يبقوا متعامدين على بعض، اقول لك انا لا، يعني وصلت للنظريه ازاي يبقوا متوازيين. وده كان يعني اي حد في الفيزياء يقول مستحيل. نعم. التوازي ده له مميزات كتيره جدا، ومنها الحلول اللي اتكلمنا عنها بعدين. اللي هي الحلول بتاعه البلازما وكده. البلازما. فالتوجه ده كان له تاثير كبير، يعني ده فتح باب في الفيزياء، باب البطاريات الكهرومغناطيسيه ازاي تقدر تخلي المغناطيسيه تقعد في حته وبعدين تفتحها، يعني نعم مش عايزين نقول يعني تقدر تعمل تركيز كهرومغناطيسي وتسيبه بقى بعدين يطلع، ممكن يبقى له تأثير كبير يعني. فده كان اختراعنا احنا اللي عملناه. بعد كده موضوع البلازما، وبعد كده عملنا اختراعين في الاتصالات بني عليهم كل الاتصالات السريعة. الموضوع ظريف جدا ان ميشيل اللي هو برضو زميل مصري مهاجر، هو هاجر قبلي عاش في تورونتو وبعدين جه كالجاري سنة 86، كان خلص الدكتوراه سنة 86 لأنه هو ما اشتغلش، دخل على طول في الماجستير والدكتوراه. فميشيل عرض عليا تكنولوجيا اسمها OFDM وقال لي التكنولوجيا دي تنفع للاتصالات السريعة. أما نقول الاتصالات السريعة احنا لازم نفتكر ان في الفترة دي كان اما بنتكلم على الموبايل بالكمبيوتر كنا بنبعت 300 معلومة في الثانية. فاللي اقترحوا عليا مشيل كان ممكن يعمل 100 مليون معلومة في الثانية، يعني قفزة نوعية، قفزة هائلة مليون مرة يعني. هذا في أي سنة اقترح عليك مشيل هذا الكلام؟ 91. 91 نعم. فأنا بصيت على اللي هو اقترحه وكان جميل جدا.
لقيت ان في مشكلتين كبار. نعم. فقلت له المشكلة ده في مشكلتين، قال لي ازاي وشرحتهم له، فقال دي فعلا مشاكل كبيرة. قلت له استنى، وخلال 20 دقيقة حلينا المشكلتين. 20 دقيقة؟ لو كنا نعرف ان المشاكل دي كانت معروفة وفي مقالات منشورة ازاي دي مشاكل كبيرة في الاتصالات، ما كناش هنعرف نحلها. لكن عشان كنا بسذاجة دخلنا في الموضوع وقدرنا نوصل للحلول وحلينا مشكلتين كبار جدا بني عليهم كل الاتصالات السريعة. فالناس بتقول ان دول مهمين، يعني بالنسبة لي ما اعرفش انهي اهم من انهي. احنا عندنا كلهم مهمين دكتور. طيب الصدى انه الدكتور موجود، دكتور حاتم زغلول في هذه الجامعة، صدى هذه الأبحاث على المجتمع العلمي الأكاديمي داخل الجامعة وحول الجامعة، وبعدين على الرسميين بعد كل هذه الأبحاث، هذه الاختراعات، كيف كان صداها؟ هو الصدى بيقاس بعدد الريفرنسز، كم واحد استعملك كمرجع. نعم. فبالنسبة للكهرومغناطيسية للأسف، لأن أنا ما نشرتهاش زي ما قلت، لكن اللي ذكرني بعد كده وقال إنه شاف الدكتوراه بتاعتي وإن أنا حلتها بقى مشهور جدا. هو اتعمل له ريفرنسز كتيرة جدا، لكن الحمد لله يعني، لكن هو الريفرنس بتاعه أنا، فالحمد لله. الاختراعين بتوع الاتصالات دول من أكتر الاختراعات اللي استعملت كمرجع في العالم في التاريخ يعني. نعم. فوق أفتكر يعني بيعتبروا المرجع والمرجع اللي حد استعمله. يعني نطة ونطتين. في حوالي 27,000 اختراع استعمل اختراعنا. ما شاء الله. فده عدد كبير جدا يعني. المتوسط حاجة وعشرين. ما شاء الله. احنا 27,000 الحمد لله يعني. الاختراعات دي كان ليها صدى كبير جدا. قدمنا ان احنا عايزين نعمل نموذج، فقدمنا طلب معونة من الحكومة الكندية الفيدرالي في الانسيرك، وطبعا ما قالولناش، لكن التقرير شفناه بعدين، بعدها 7 سنين. التقرير ده كتب فيه ان ألكسندر جراهام بيل اللي هو اخترع التليفون في أمريكا، طبعا إريكسون اخترعه في أوروبا لكن بيل اخترعه في أمريكا، بيل كان كندي. فهم التقرير كتب ان الاختراع ده على مستوى بيل يعني. يعني قالوا ده هيحط كندا على خريطة الاختراعات تاني، نفس الطريقة اللي حطنا بيل بيها سنة 1900 وحاجة زي كده. جميل. فالحمد لله يعني قدروه جدا، والحكومة الكندية قررت انها تستثمر معانا حوالي $250,000، وده كان استثناء يعني، عمرهم ما عملوها قبل كده، لان دي كانت اول فلوس تخش الشركة. جميل. ودوامين حياة. الاستثمار هذا ايش عملتوا فيه؟ اسستوا فيه شركة وعملتوا فيه شو كان الـ وجود الشركة، الكيان كيف بدأت وكيف تفاصيلها لو سمحت؟ احنا الظريف ان احنا كنا عايزين نسمي الشركة، زوجة ميشيل اقترحت ان نسمي الشركة نايلان. نايل يعني. حلو. على اساس يعني لعبة على لوكال ايريا نتورك ونايل، فكنت عايزها نايل لان تبقى نايلان. فأنا بصيت وقلت لا، ما نقول لها وايلان أحسن، وايرلس لان. فاخترنا وايلان. اتعرض علينا $2,000,000 بعدها بسنة أو سنتين عشان يشتروا الاسم بدل واي فاي. نعم. كانوا هم عايزين بدل واي فاي يستعملوا وايلان، بس رفضنا. أزبط وايلان أزبط. بالضبط. أنشأنا الشركة بالمبلغ ده من الحكومة، ويعني عملنا نموذج للتكنولوجيا. النموذج ده اشتغل على 20,000,000 معلومة في الثانية، في وقت كان لسه الـ2G ما ابتداش، فيعني كان لسه في بدايات الـ2G. الـ2G كان أقصى حاجة بيوصلها 250,000.
فانك توري تجربه 20 مليون والاقصى حاجه موجوده 250 الف يعني برضه حطتنا على الخريطه وابتدينا المشوار بقى ان احنا يعني نبني اجهزه ونبدا مسيره الفور جي والثري جي وكده. يعني دكتور الاوساط الثانيه اللي موجوده في المجتمع يعني اللي غير علميه، هل كانت بتشوف انجازاتكم بتتعرف عليها، بتشوف في شخصيات عربية تنجز بتقدم شيء عالمي مش شيء محلي فقط؟ طبعا من الناحية الكندية البروفينشال المقاطعة كان أيامها رالف كلاين البريمير، رالف كلاين كان بيجي دوريا يزورني يعني، وكان دايما لما بيقابلني وحدي يعني أنا وهو بس على عشاء. نعم. وكان دايما يستشير بصراحة يعني، رغم ان هو كان مشهور انه يعني كان سكير او لكن كان دايما يعني بيعدي يزورني ويستشيرني وكده، فكان طبعا ده احساس ممتاز. الفيدرالي انت عارف طبعا الغرب ما هوش قلب كندا، فكان نادر ما يتعاملوا معانا، لكن مرتين كريتيان عدى على كالجاري وزارنا، وزير الصناعة زارنا كذا مرة، فيعني كان معتبرنا. وطبعا المخابرات الكندية زارت الشركة كتير لأن يعني احنا في عمق الاتصالات فكانوا بيزورونا. يعني بتحس الزيارات هاد زيارات دعم ولا زيارات إلها مدلول آخر؟ لا كلها كانت دعم. بلا شك يعني بريمير كلاين كان دايما بيساعد ودايما بيشكر ويعني اداني جوائز كتير يعني، لكن من ناحية طيب كلاين اكيد كان دعم. دكتور شو اللي بيعيق المبدع العربي انه يبدع في بلاد زي كندا مثلا؟ شو اللي بيخليه يعني يمنعه انه يبدع؟ والله انا اقول يعني اما رحنا احنا في الثمانينات وكده كان احنا بس يعني المجتمع طبعا كان بي يعني انا في الفتره النجاح الكبير بتاع الشركه من مثلا 99 لحد 2003 او 2004 كان في دعم من كل الجاليه الكنديه يعني انا قصدي كل الشعب الكندي يعني. نعم. يعني كنت حتى ما بركب طيارة كان اللي جنبي بيعرفني، أما كنت في الجمرك ودي كانت عجيبة جدا، أنت عارف الجمرك أمريكا في كندا. نعم. فكان الموظف في الجمرك الأمريكي يفتح لي لين مخصوص. ما شاء الله. يقول معلش يا جماعة الشخص مشغول وبيمثلنا كلنا فاعذروني. ف يعني وكان بيعديني وكانوا يعملوا لي استثناءات كبيره يعني. هذا الشكل دكتور يعني معلش انا ما بدي اتطرق للوضع في الوضع في العالم العربي، لكن يعني ما كان يحسسك بشيء؟ يعني هل كنت تشوف مقابله في العالم العربي يعني شيء شبيه ولا كان استثناء في كندا؟ تحس بهذا التعامل المتميز؟ لا طبعا كان استثناء في كندا يعني، ما كانش فيه مثيل له ولا دلوقتي يعني، ما فيش اي له مثيل ولا مقارب في مصر يعني. او يعني ايش كان يعطيك شعور دكتور؟ ايش كان يعطيك؟ لا بس لازم احكي لك حكايتين بسرعه. تفضل. انت عارف انا قلت لك انا كنت بتفرج على الهوكي وكان عندي كرسي على التلج على طول. صح. فمره كنت قاعد مع رئيس الشركه، انا يعني في فتره بقيت رئيس مجلس الاداره وعينت رئيس، فانا قاعد معاه وبعدين اللي قاعده جنبي يعني كانت واحده، فبتقول لي انت ما تعرفنيش. قلت لها مش واخد بالي. قالت لي انا ممثله. قلت لها اهلا وسهلا. فقالت لي انا كنت في فيلم كذا. قلت لها شفته. قالت لي انا الممثله الرئيسيه. قلت لها من غير الميك اب وكده ما عرفتكيش يعني. المهم بقى الماتش يعني الحكم يوقف الماتش مرة واداني الألاحة بتاعت الماتش الباك حدفولي يعني،
هذا قالت لي انا قاعده هنا طرطور ولا قاعده ايه؟ شافت هناك من هو اهم منها. يعني الله. مثلا في وسط الماتش حد يصفر من فوق بعت لي فشار، حد من حته تانية بعت لي عصير برتقال، قالت لي مش معقول يعني انت الممثل ولا انا؟ يعني ف احترام العلم بلا شك عالي جدا يعني. يعني هذا مخالف للصوره النمطيه اللي احنا بناخذها، انه دائما الفنانين هم المتقدمين في المعرفه والشهره على العلماء. لكن مش في كندا، في كندا مختلف. في كندا مختلف بلا شك. يعني انا كنت بقف في طابور السوبر ماركت وكان الناس تعرفني يعني تتكلم معايا. اظرف حاجه حصلت لي مره، كنت سايق عربيتي، كانت عربيه بورش يعني، وكنت سايق معقول، ما كنتش سايق بسرعه خارج من المطار، فلقيت البوليس بينور ويعني شاور لي ان اخش حاره يعني. نعم. فدخلت الحارة وجي وقال لي البطاقة الرخص وبتاع وديتهم له. قال لي انا مش هكذب عليك، انا نعم. شفت النمرة بتاعتك وايلان، فانا حبيت اوقفك بس اكلمك يعني. الله. ده بسرعة يعني جدا يعني. اهتمام المجتمع، وكان المجتمع بيعرف. كل المجتمع. فقال لي انا عايز بس اشكرك على اللي انت عملته للشركة ورفعت اسم كالجاري كده، لان انت عارف قبلين على طول كان في مهزله حصلت قبل وايلان يعني كان من اكبر الشركات، هي اكبر شركه عليت على البورصه الكنديه سنه 2000. نعم. وتاني شركه عليت كانت شركه اسمها سيلوك، برضو احنا اللي عملناها. فالحمد لله يعني كان فناس كتيره جدا عملت فلوس كتير قوي معانا، يعني فكانوا بيحبوا يتكلموا عنها طبعا يعني. نعم نعم. طيب هذا الكلام كان على مستوى الكنديين من غير الأصول العربية، ولا كمان كنت تشوف هذا الترحيب وهذا يعني الزهو بالدكتور حاتم أيضا في الأوساط العربية والكوميونيتي العربي؟ لا بلا شك يعني الأوساط العربية والإسلامية كانت قوية جدا لأسباب يعني نقول موازية يعني. طبعا الحمد لله الحمد لله يعني طبعا كنا بنتبرع للجالية بكتير، لكن ده ما كانش سبب ان احنا بنحب بعض يعني. لا يعني كان حب عالي جدا مع الجالية العربية والإسلامية، وكان كل الأفراح بيعزموني وكده يعني. لا يعني كانت علاقة ممتازة، وكتير من العرب استثمروا معنا في الشركة، يعني الكل كان مبسوط وسعيد يعني. طب دكتور خلينا نيجي على الأسرة، كم كانت يعني، شو كان حجم أسرتك في ذلك الوقت؟ يعني لما ابتديت الشركة كانوا طفلين، لما خلصت الشركة كانوا ثلاثة. ما شاء الله، ثلاثة أولاد أم ذكور وإناث؟ ولد كبير، الكبير ولد وبعديه بنتين. ما شاء الله ربنا يخليكم. طيب دكتور يعني أثناء وجودك والزواج والأسرة، هموم أنه أنا عندي أسرة الآن في مجتمع غير عربي، الآن في حولك مجتمع خليط خلينا نسميه، هل كان في عندك مخاوف معينة وأنت الدكتور العالم اللي مشغول؟ كيف كنت توفق، وما هي الهواجس والهموم التي كانت عندك بالنسبة لأولادك وعائلتك؟ والله عمري ما فكرت، يعني دايما سايبها على ربنا، فعمري ما فكرت في اي. كان في ناس تقول لي في فتره كان لازم يبقى عليك بودي جاردز ومش عارف ايه وبتاع، بس انا عمري ما فكرت. طبعا اعقلها وتوكل، بيتي كان عليه كاميرات ما لهاش وجود. المنطقه طبعا كانت منطقه كويسه، فما كانش فيه يعني التسكع وكده فيها، لكن لا يعني عمري ما حسيت بأي عنصرية أو أي تهجم عليا. من ناحية تانية طبعا أنا ما بروحش بار ولا بروح المناطق الموبوءة، ف يعني احترم نفسك تحترم يعني. الأسرة وتفكيرك في انتماء الأسرة، هل كان هذا بيشغل بالك، انتماء الأسرة ل جذورهم العربية المصرية، هل كان بيشغل بالك هذا الأمر، ولا
كنت بتشوف انه حيكون امر تلقائي يعني؟ هو بسبب ان طبعا الجواز كان ميكست يعني ما هوش جنسية واحدة، فبقت يعني عدة خليط يعني من ثقافة بالضبط، فهم نفسهم يحسوا انهم مصريين كنديين افغان موريشيس يعني لغة الام فرنسي، يعني كانت حكاية معقدة يعني. هذا عمل لهم يعني غنى في الثقافة ولا حسسهم ببعض التناقضات؟ طبعا بيعمل identity crisis طبعا، يعني بيعمل تناقضات إن يعني هم ما يعرفوش هم ايه اساسا يعني. فطبعا كنا بنحاول نركز ان يعني العنصر المشترك ما بين كل ده ان انت مسلم، فاعرف ان انت مسلم وحدودك ايه والحلال ايه والحرام ايه. وبعد كده طبعا يعني الى حد كبير يعني في ميل الى ان هم مصريين يعني. نعم. طيب يعني خلال هذه المسيرة دكتور، وطبعا يعني كان فيها جوائز وكان فيها تقييم، شو هي الجوائز اللي انت بتحس انها من الجوائز المهمة جدا، من الأوسمة المهمة جدا اللي تم تكريمك فيها؟ والله يعني من أول خالص يعني أول لما أعلننا التكنولوجيا بتاعتنا سنة 94، ألبرتا ادتنا جايزة أنها أحسن تكنولوجيا صاعدة، أو يعني سنة 97 كالجري عملتنا الـ Immigrant of Distinction المهاجر المميز. سنة 2000 كالجري عملتنا الـ Calgarians of the Year أنا وميشيل. في نفس سنة 2000 بقى كانت جوائز كثيرة جدا يعني. هو المقال أو التعريف اتغير في آخر اللحظة. ماكلينز ماجازين عملت زي استفتاء واختاروا يعني هم كانوا عايزين يقولوا أفضل 10 شخصيات كندية في التاريخ. نعم. فالحمد لله اختاروني منهم، بس غيروها في آخر يعني سموها بس Great Canadians يعني. نعم. هم حطوا فيها الكريتيان وحطوا يعني حطوني وحطوا كان في لعبة روينج رجليها اتكسرت وكسبت ميدالية وهي رجليها مكسورة، وكان في بيتر جينينجز بتاع اي بي سي. الحمد لله وقابلتهم كلهم وكان لقاء ظريف جدا يعني. وبيتر جينينجز الله يرحمه بقى كان متعاطف جدا مع العرب والعراق وكده يعني. طبعا التقدير من ماكلينز ده كان كبير جدا. في امريكا عملوا هول اوف فيم للهاي سبيد، انا اول واحد دخلها يعني اول اندكتي تو ذا وايرلس برودباند هول اوف فيم هو انا الحمد لله. طب دكتور يعني في هذه الاوضاع وهذه الاجواء يعني الحمد لله كنت ماخذ المكانة تبعك، أسرة مستقرة، علاقات في المجتمع العربي مميزة على مستوى المجتمع المسلم أيضا، يعني شخص يجمع ما بين الكوميونيتيز المختلفة اللي يربطها مع بعض الدين، ضمن هذه الظروف وهذه الأوضاع اللي تبدو بشكل واضح إنها أوضاع يعني كثير مبهرة، كثير ملفتة، كثير مميزة، يعني قررت أنك تترك كندا وتعود إلى الوطن؟ ما كانش قرار سهل بصراحة يعني، وكان قرار غريب يعني. كان أنا بعد ما يعني خلصت مع وايلان تقريبا او سبت وايلان كان عندي تقريبا 11 شركه، وبعدين وكانوا كان عندي منهم مثلا رخصه موبايل في جامايكا، كان عندي رخص في كل الكاريبي يعني، وكنت متوسع بشكل كبير يعني. نعم. مره واحده جيت أزور مصر ووالدتي كانت 90 سنة وقالوا لي إن تعباهم يعني، أنا ليه أخوات في مصر لكن
ما كانوش قادرين يوالوا عليها يعني. فقررت ان انا يعني كانت زي ما قلت 90 سنة يعني، لو ما قعدتش معها دلوقتي حاعد معها امتى يعني. فقررت اني اقعد معها، انا افتكرت اني حاعد معها مثلا سنة سنتين، طلعت 6 سنين، فخلاص بقى قلت خلاص انا قاعد يعني، استقرت استقرت في مصر من المقام. فبعد يعني زي ما قلت انا كنت افتكر الاول ناس حتى الموضوع شهور، فبعد حوالي 6 أشهر قررت اني ارجع كندا اخد بعض الحاجات، بس برضو ما كنتش فاكر اني هطول يعني، فما خدتش كل حاجة، خدت بس يعني بعض الكتب والحاجات اللي محتاجها، الابحاث اللي ما كانتش خلصت، ورجعت مصر وسبت الشركات بقى لمديرينها يديروهم يعني. لكن انت لازلت لك علاقة كانت في الشركات اللي كانت موجودة في كندا، ما فكيت كل علاقتك فيهم؟ والله لا، هم فكوا العلاقة معي. انا كنت بعت اسهمي في وايلان قبلها بفترة يعني، استمرت مع وايلان بقى كمستشار لحد سنة 2013 او 2014 وبس، كانت يعني علاقتي، لكن طبعا ليه علاقات بقى مع اصدقاء كتير في كندا، انا بعمل مكالمة تليفون شبه كل يوم حد مع اشخاص هناك يعني، نتكلم ممكن ساعة او ساعتين يعني. يعني العلاقات مستمرة؟ طبعا كان كل الاحترام والمعزة لاصدقاء كالجاري يعني. وال يعني العائلة روحت معك ولا بقيت في كندا؟ الأولاد، الزوجة والبنتين قعدوا في كندا والابن جه معايا مصر. نعم. وفي مصر يعني بدأت رحلة جديدة بالضبط، ابتديت شركات بقى في مصر، وبعد انا فضلت مع والدتي الأول، ما عملتش اي حاجة تانية غير الحياة معاها، لكن بعد كده في سنة 2015 ابتديت بقى شركات تانية، عندي شركة في مجال الاتصالات وشركة اسمها HZ Academy أو حتى مزجلول Academy، بتساعد المخترعين يوصلوا لأحلامهم يعني. جميل، احكي لنا أكثر شوي دكتور عن هذه الأكاديمي، يعني فلسفتها وعلى أي أساس تقوم، وهل هي يعني نبعت من استفادة من تجربتك اللي كنت موجود فيها في كندا، وإحساسك انه لازم يكون في شكل معين لرعاية المخترعين العرب مثلا، ولا كيف بالضبط يعني؟ هو في كذا نقطة طبعا، اما بحكي قصتي، قصة شاب من طبقة متوسطة نقدر نقول، بمذاكرة كتير واجتهاد كتير يعني توكل على الله، وصل لقمة العالم في مجاله، فقصة تحفيزية الى حد كبير. بناء عليها الطلبة كتير بيسألوني بقى بعديها، عايزين يعني تساعدنا، مش عارفين ننفذ فكرتنا ازاي ننفذها، فبديهم توجيه لتنفيذ الفكرة، ساعات بيطلبوا مساعدة اكبر، وبنتعاون بقى بنأسس الشركة مع بعض او يعني بنوجههم. فلا الحمد لله انا في مش اقل من 11 أو 12 قصة نجاح، منها شركات بقت متوسطة دلوقتي ما شاء الله. دكتور، الدكتور حاتم زغلول لو ما كان جاء إلى كندا، هل كان سيحقق هذه الإنجازات؟ هل الأمر معتمد على المكان ولا الأمر يعتمد على الشخص؟ هو لو ما كنتش جيت كندا كنت حبقى في إنجلترا في الغالب. والدي كان مصر ان اشتغل في حاجة اسمها انيميشن، وكان بيقول لي هنقعد نعمل افلام، والافلام دي هتبقى ساعتين كرتون يعني. قلت له كرتون ايه، مين حيقعد يتفرج على فيلم كرتون ساعتين؟ ان شاء الله لو كنت دخلت في المجال ده كان ممكن ابقى اكبر بكتير. نعم الله اعلم فعلا. سنة 84 لو كنت دخلت في الانيميشن كنا عملنا حاجات كبيرة، فيلد كبيرة بالضبط. فلا لا يعني انا اعتقد، لان انا كنت الاول على هندسة القاهرة، فيعني لو كنت قعدت في مصر كنت هعمل حاجة برضو الحمد لله يعني، ما تصورش ان كندا
لكن طبعا الامكانيات في كندا والدعم من الحكومه الكنديه ده بلا شك عمل فرق كبير جدا يعني. واهم شيء طبعا معرفتي بالمشاكل اللي موجوده في الاتصالات دي نبعت من وجودي في كالجاري، مش حتى لو كنت في تورونتو ما كانش هيبقى نفس الشيء. ايش معنى يعني كالجاري؟ لان كالجاري كان فيها نوفاتيل سنه 89، ونوفاتيل دي كانت اكبر شركه موبايل في العالم. فعملت نهضه للفكر وللفهم. وطبعا انت عارف انا كنت بشتغل في تيلس، وتيلس كانت مالكه نوفاتيل. فكنت انا مدير مشروع التو جي في نوفاتيل وفي تيلس في وقت طبعا حساس جدا. فده اداني علم بكل ما هو مرتبط بالجيل الثاني والاتصالات الرقميه، فده ساعدني اخد قرار ايه انسب تكنولوجيا بقى ل 3G و4G. نعم. طيب احنا طبعا الوقت لا يعني دائما يداهمنا، ودائما الوقت يسرق منا افضل الحوارات والنقاشات الرائعة مع الشخصيات المميزة. دكتور، كثير من اللي عندهم طموح وعندهم أحلام في عالمنا العربي يعني نظروا دائما يذهب إلى الغرب. أكيد في كثير من الناس اللي حيشوفونا واللي بيشوفونا الآن من الناس اللي عندهم هذه الطموح، وهو يشعر أنه مكانه وحلمه أن يصل إلى أمريكا، كندا، بلاد المهجر هذه اللي فيها هجرة، ويسعى إلى ذلك بكل ما أوتي من قوة حتى يكمل حلمه وينجح. شو بتقول لهؤلاء الناس اللي عندهم حلم وعندهم إمكانيات وهو يرى أنه لا يمكن أن يتحقق هذه الإمكانيات إلا إذا هاجر؟ إيش ممكن تحكي له؟ طبعا أول شيء إن لازم الواحد يتفوق على التحديات. مفيش مشاكل، يعني مفيش مشاكل موقفة حياة أي حد. طبعا احنا كلنا نؤمن إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل واحد محطوط في ظروف يقدر ينجز لو بص ولو يعني دور. فاللي قاعد في مصر مثلا أو في العراق أو في اليمن أو في أي دولة عربية وقاعد يقول أنا يعني مش قادر أنجز لأني في البلد ده، الإحباط والأسلوب ده مش هيتغير كتير في كندا يعني أو في أمريكا. لو الواحد بيبص على المشاكل وبيشوفها كأنها حيطة ما يقدرش يتفاداها، دي هتحصل في أي دولة. وفي كل الدول في مشاكل، والظروف اتغيرت شويتين طبعا. احنا عارفين كندا الحمد لله مع ترودو يعني ليبرالي شوية وكده، لكن في توجهات شعبية اللي هي أو الشعوبية كترت في العالم دلوقتي، ما بقتش زي زمان. يعني في حدود على المهاجرين وفي جنسيات، ما بقتش كل مواطن درجة أولى. بالفكر ده يعني كل واحد لازم ينجز ويحقق أحلامه في بلده، ساعتها يقدر يبقى عارف لو جه الغرب هيبقى برضو ينجز ويبقى من الأوائل في الغرب. لكن مش حياة واحد إنه هو يسيب مصر عشان يقف يبيع هوت دوغز في نيويورك، يعني يبقى مثلا مهندس في مصر ويروح يبيع هوت دوغز ملهاش معنى. يعني انجز وتفوق في اللي انت بتعمله وهتتفوق في مصر، ساعتها هتبقى مش عايز تسيب مصر، لكن لو ساعتها سبت هتبقى متفوق في أمريكا، ده أكيد. يعني كأنك بتحكي إنه ابني شخصيتك، ابني طريقة تفكيرك، ابني ممارساتك الحقيقية، ابني مهاراتك الحقيقية، هتنجح فيها في بلدك، وبعد ذلك لما تهاجر هتستخدمها في الهجرة وهتنجح فيها في الهجرة. بالضبط. أنا دكتور يعني أشكرك لهذا اللقاء الشيق الرائع، وإحنا حقيقة نفخر فيك فخر كبير جدا، لأنه إحنا نشعر أنه أنتم مثال أمام كل الضوضاء العالمية اللي بتصير في الميديا والإعلام اللي تحاول أحيانا تخطف الأنظار عن الإنجازات العربية، حتى نحكي للعالم لا، الأمثلة العربية موجودة
وهي كبيرة جدا، ولقت التقدير ممن يقدر بطريقة علمية، بطريقة منطقية، بطريقة حقيقية، وبمقاييس متجردة موضوعية لا منحازة إلى هذا ولا إلى ذاك. احنا بنشكرك دكتور شكر يعني خاص على كنار تي في، ونتمنى دائما انه يعني نجدك معنا في لقاءات متعددة. وسؤال الأخير هو متى سنجدك في كندا؟ ان شاء الله. انا كنت عايز اجي الصيف اللي فات، كنت مخطط من قبل الصيف اللي فات، فجت الكورونا طبعا لغت كل الافكار دي يعني، لكن ان شاء الله اول لما السفر يبقى سهل تاني باذن الله عايز ازور حبايبي يعني في المنطقه كلها. برضه كالجاري ولا حتمر على لا ان شاء الله، لا ان شاء الله حاف في تورونتو وبعدين روح كالجاري ان شاء الله. احنا لازم نعرف حتى نحتفي فيك الاحتفال الذي يليق بك دكتور حاتم. دكتور حاتم حقيقة لقاء مميز مع شخصية مميزة، أشكرك على هذا اللقاء، ونتمنى لك دائما التألق، نتمنى لك طول العمر والإبداع والنجاح المستمر والنفع المستمر. فشكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا على الصورة الرائعة التي تظهرها للعربي وللمسلم. شكرا جزيلا. لا جزاكم الله خير، ومتشكر جدا، ومزيد من التقدم لكنار تي في يعني ما شاء الله، يعني صوت العرب في كندا يعني. جزاكم الله كل خير. شكرا لك يا دكتور. سلام عليكم.